بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في كتاب الصلاة. قال أحسن الله إليه: ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا، ودعاه إمام أو نائبه فأصر، وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ومن جحد وجوبها، أي وجوب الصلاة. تقدم أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. نعم. وأنها فرض على كل مسلم بالغ عاقل، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا. وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فمن جحد وجوبها وقال إنها من العادات والتقاليد، أو قال إنها شيء طيب ومستحسن لكنها ليست واجبة، من أراد أن يصلي فإنه يصلي، ومن أراد لا يصلي فلا حرج عليه، والدين ليس هو بالصلاة كما يقوله بعض المغرورين. نعوذ بالله. الدين ليس هو في العبادات والصلاة، والدين في القلب، والدين المعاملة كما يقولون. نعم. فلا شك في كفر هذا، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، وجاحد لأعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. وكذلك من تركها تهاون، من أقر بها واعترف أنها واجبة وأنها ركن من أركان الإسلام لكنه لا يصلي، يتركها تهاونا وتكاسلا. فهذا اختلف العلماء فيه على قولين. قول الأول أنه كافر أيضا، كفرا يخرجه من الملة، نعوذ بالله، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا ظاهر في الكفر المخرج من الملة. وكذلك قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أن الذي لا يصلي أنه لا يخلى سبيله، بل يلزم بالصلاة أو يقتل كما يأتي. كذلك قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أن الذي لا يصلي ليس من إخواننا في الدين، والذي ليس من إخواننا في الدين يكون كافرا. نعم. وكذلك قوله تعالى عن أهل النار: إذا سئلوا يوم القيامة ما سلككم في سقر، أي ما هو السبب الذي أدخلكم هذه النار، قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أدل هذا على أن ترك الصلاة كفر
يوجب الخلود في النار والدخول في النار والعياذ بالله. وقرنه مع التكذيب بالدين وقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولا شك أن الذي لا تنفعه شفاعة الشافعين أنه كافر. قال الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالذي لا تنفعه شفاعة الشافعين هذا هو الكافر. أما المؤمن وإن كان إيمانه ضعيفا فإنه تنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا هو القول الأول، أن تارك الصلاة تهاونا إنه يكفر، لأنه لو كان يعترف بوجوبها على الوجه الصحيح لما تركها، فتركه إياها دليل على أنه لا يراها واجبة، وإن رآها واجبة فقد تناقض مع نفسه في ذلك. والقول الثاني أنه يكفر كفرا أصغر لا يخرج من الملة، وهذا لا شك أنه قول مرجوح لا يعتمد على دليل صحيح. فأي إسلام لمن لا يصلي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. لكن المصنف هنا يقول إنه لا يحكم بكفر جاحد الصلاة أو تاركها تهاونا إلا إذا دعي إليها، أمر بها من قبل ولي الأمر أو نائبه، لئلا يكون عنده شبهة أو يرى أن الصلاة غير واجبة أو أن له عذرا. الاحتمالات، من أجل إزالة هذه الاحتمالات فلا بد من مطالبته بالصلاة بعد تركها، فإن أصر على تركها فإنه يحكم بكفره ويجب قتله، لأنه أصبح مرتدا لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال وضاق وقت الثانية عنها، يعني هذا هو الشرط الثاني، أن يدعوه ولي الأمر أو نائبه إلى الصلاة فيأبى ويستمر على الإباء إلى أن يضيق وقت الثانية التي بعدها عنها، فحينئذ لأنه قد يظن أنه يجوز له الجمع، يعني يترك الصلاة الأولى ظنا منه أنه يجوز جمعها مع الأخرى التي بعدها، وهذه شبهة، فإذا كشفت وأزيلت زال عذره، فحينئذ يستتاب 3 أيام، فإن تاب ورجع إلى الإسلام وإلا فإنه يقتل حد الردة، يقتل حد الردة لأنه أصبح مرتدا عن الإسلام. نعم. ولا يقتل حتى يستتاب 3 فيهما. فيهما يعني في المسألتين، مسألة الجاحد للصلاة ومسألة التارك لها تهاونا. نعم. 3 يعني 3 ليال. 3 أيام. ثلاثة أيام. يعني فلا بد من دعوته من قبل ولي الأمر أو نائبه. هذا واحد. الشيء الثاني أن يضيق وقت الثانية عنهما لئلا يظن أنه يجوز له الجمع، فلأجل إزالة عذره. الشيء الثالث أنه لا يقتل حتى يستتاب بعد ثبوت ردته، فإنه لا يطبق عليه الحد إلا بعد استتابته 3 أيام، فإن تاب قبلت توبته، وإن استمر على ترك الصلاة فإنه يقتل مرتدا والعياذ بالله. وإذا قتل مرتدا فإنه لا يرثه أقاربه المسلمون، بل ولا يرثه الكفار أيضا، لا يرثه أحد، ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين كالمال الذي ليس له أحد. وأيضا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين،
لأنه قتل مرتدا عن الإسلام فيعامل معاملة الكفار. نعم. فإن كان يصلي ويدع سواء، الذي يصلي بعض الصلوات ويترك البعض الآخر كمن ترك الجميع، لأن حكم الصلوات واحد، فالذي يفرق بين الصلوات صلي بعضها ويترك بعضها متعمدا الحكم كمن ترك الكل. من يقول أنه يكفر في حال تركه صلاة، ترك الظهر مثلا فكفر بذلك ثم صلى العصر دخل الإيمان، يكفر في حال الترك؟ لا، لازم يقضي الظهر، لازم يقضي الظهر، إذا تاب قضى الظهر ثم صلى العصر، وإلا فلا تغني عن صلاة العصر شيئا. لا. نعم نعم. قال رحمه الله: باب الأذان والإقامة، هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة، يقاتل أهل بلد تركوهما. الأذان والإقامة من أحكام الصلاة، والأذان هو الإعلام بدخول الوقت بأذكار مخصوصة، الإعلام بدخول الوقت بأذكار مخصوصة. والأذان لغة هو الإعلام مطلقا، قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فالأذان لغة هو الإعلام، وأما الأذان شرعا فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بأذكار مخصوصة على صفة مخصوصة. والإقامة هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة، هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة، إذا حضر الإمام وأمر المؤذن فإنه يقيم الصلاة بأذكار مخصوصة، وهذا مما يدل على عظمة هذه الصلاة، أن الله شرع لها الأذان، أمر ببناء المساجد لها، الله أكبر، وأمر بالأذان بأعلى صوت يتردد في اليوم والليلة 5 مرات على مسامع المسلمين، وأمر بالاجتماع لها وأدائها جماعة في المساجد، فهذا مما يدل على عظمة هذه الصلاة. ولما كان المسلمون يحتاجون إلى من ينبههم على دخول الوقت، لأن منهم من لا يعرف الوقت، ومنهم من يغفل، ومنهم من ينام، احتاجوا إلى الأذان. وأصل الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة شاور أصحابه في أمر يعرف به دخول الوقت، يعلن للناس ويعرفون به دخول الوقت، فقال بعضهم: توقد نار، فإذا رأوها عرفوا دخول الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا، لأن إيقاد النيران للعبادة هذا من دين المجوس. قال بعضهم: نستعمل الناقوس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى هذا، لأن الناقوس للنصارى. قال بعضهم: نستعمل البوق، نستعمل البوق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: البوق لليهود، وهو أمر صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم. فبينما هم كذلك، إذ جاء عبد الله بن زيد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه رأى رؤيا في المنام، وهو أنه رأى مع رجل ناقوسا، فقال له: هل تبيع هذا الناقوس؟ قال له عبد الله بن زيد: هل تبيع هذا الناقوس؟ قال له الرجل: وما تريد به؟ قال: أريد به أن نستعمله للصلاة، للإعلام بدخول وقت الصلاة. فقال: ألا أدلك على خير من هذا؟ قال: بلى. فجاء بالأذان، بألفاظ الأذان، تقول كذا وكذا وكذا، ألفاظ الأذان. نعم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال: إنها رؤيا حق. وجاء عمر رضي الله عنه لما سمع، قال: إنها رؤيا حق، فألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، فصوت بها بلال. فلما سمعه عمر
رضي الله عنه جاء مسرعا وقال يا رسول الله لقد رأيت مثل هذا الذي تقولون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق، هذا هو أصل الأذان بهذه الأذكار العظيمة التي فيها تكبير الله عز وجل وتمجيده، والشهادتان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفيها الدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح، وفيها التكبير وفيها ختام التهليل. فالأذان عبادة عظيمة، وكذلك الإقامة. إذا كان الناس مجتمعين في المسجد وحضرت الصلاة، فما الذي يشعر الناس الكثيرين والصفوف الممتدة؟ شرع الله الإقامة لأجل الإعلام بالقيام إلى الصلاة بأذكار مخصوصة أيضا سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. هذا هو الأذان والإقامة. قال المصنف رحمه الله هما فرض كفاية. الأذان والإقامة واجبان، ليس سنة بل هما واجبان، ولكن على الكفاية، يعني ليس واجبين على كل فرد بعينه، وإنما هما فرض كفاية. إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم بالأذان والإقامة أحد أثم الجميع. هذا هو فرض الكفاية. قال على الرجال، أما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة، وإنما الأذان والإقامة خاصان بالرجال المقيمين، يخرج بذلك المسافرون، فالمسافرون لا يجب عليهم أذان ولا إقامة، ولكن الصحيح وجوب الأذان والإقامة على المسافرين لعموم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم اثنين فليؤذن لكما أحدكما، فأمر بالأذان مطلقا في السفر وفي الحضر، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان في السفر يأمر بلالا فيؤذن ويقيم كما هو معروف عنه صلى الله عليه وسلم. قال للصلوات الخمس، الأذان والإقامة خاصان بالصلوات الخمس التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أما غيرهما من الصلوات فلا يشرع له أذان ولا إقامة، كصلاة التراويح، صلاة الجنازة، صلاة الكسوف، لا يشرع لها الأذان والإقامة كالأذان والإقامة الذي للفريضة، وإنما ينادى لصلاة الكسوف بالصلاة جامعة. أما الأذان والإقامة على الصفة المعروفة فهما خاصان بالصلوات الخمس، فمن أذن للتراويح أو أذن لصلاة الكسوف أو أذن لصلاة الجنازة فإنه مبتدع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله يقاتل أهل بلد تركوهما. يقاتل أهل بلد تركوا الأذان والإقامة، يعني أبوا أن يؤذنوا وأن يقيموا وقالوا نصلي بدون أذان ولا إقامة، فإنهم يقاتلون لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، ومن ترك شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فإنه يقاتل حتى يقيمها أيا كانت هذه الشعيرة الظاهرة. الشعائر الظاهرة مثل الأذان والإقامة وصلاة العيد والأشياء الظاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يهجم على قوم فإنه يتسمع، فإن أذنوا للفجر فإنه يكف عنهم، وإلا فإنه يغير عليهم، فاعتبر الأذان شعارا للمسلمين يعرفون به، واعتبر عدم الأذان شعارا لغير المسلمين. نعم. قال وتحرم أجرتهما، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. نعم، هذه المسألة، هل يجوز أخذ المال في مقابل الأذان
والإقامة. المؤلف رحمه الله فصل في هذا، قال: إن كان من قبيل الأجرة كما يستأجر الإنسان على بناء الحائط، خياطة الثوب أو غير ذلك من الأعمال والحرف، فهذا لا يجوز، لأن العبادات لا تقصد لأجل المال، قال تعالى، بل تقصد للتقرب إلى الله عز وجل. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالذي يأخذ الإجرة على الأذان والإقامة أو غيرهما من العبادات يأخذ مالا حراما، لأن العبادات لا يقصد بها جمع المال والطمع والحرف. أما إذا كان هذا المال بذل له من بيت مال المسلمين، بذله له ولي الأمر ليستعين به على الأذان والإقامة وليتفرغ للأذان والإقامة، فهذا لا حرج فيه، لأنه ليس أجرة وإنما هو رزق، نسميه رزق من بيت المال. وللآئمة والمؤذنين حق في بيت المال، فإذا أعطوا ما يعينهم على القيام بهذا العمل الجليل فلا حرج في ذلك من أجل أن يتفرغوا له، ولا يعتبر ذلك من قبيل الأجرة وإنما هو من قبيل الإعانة. ولأن المؤذن لا يقصد المال بأذانه، وإنما يقصد التقرب إلى الله جل وعلا، وإنما يأخذ هذا المال ليستعين به على القيام بهذا العمل الجليل، إذ لو لم يعط شيئا لذهب يطلب الرزق له ولأولاده، ولم يبقى أحد يؤذن في المساجد. نعم. كيف يحرر الإمام والمؤذن هذه النية، يعني للتفرقة بين من أما ليأخذ أو أخذ ليأم؟ هذا راجع إلى نيته. قد يقول: لو قطعوا راتبي أو رزقي هذا تركته. نعم، إذا كان يقول: ما أستطيع أن يتفرغ، نعم، أنا بطلب الرزق لنفسي ولأولادي، نقول: نعم، لك ذلك، ما يلزمك أنك تؤذن ولا تقيم، اطلب الرزق. فهو إذا كان يقصد بأخذ المال الاستعانة به على التفرغ للقيام بهذا العمل فهذا شيء لا بأس به، لأنه كما ذكرت أخذ ليؤذن ولم يؤذن ليأخذ، فرق بين الحالتين. نعم. إذا كان يؤذن ليأخذ فهذا حرام، لأنه استخدم الأذان وسيلة للمال. أما العكس، إذا أخذ ليؤذن فقد جعل المال وسيلة للعبادة، هذا طيب أن يستعين به على العبادة. نعم. أحسن الله إليكم. لعدم متطوع، قال لعدم متطوع، يعني إذا ما وجد إنسان يقول: أنا بأذن بدون شيء، لا من بيت المال ولا غيره، فالذي يتبرع يقدم على غيره. يقدم المتبرع، يقدم على غيره. نعم. قال رحمه الله: ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. هذا ما يشرع في المؤذن، يكون صيتا يعني مرتفع الصوت، لأن المقصود بالأذان إسماع الناس، فإذا لم يكن صيتا يعني صوته غير مرتفع فإنه لا يحصل المقصود. ويكون أمينا، يخرج بذلك الفاسق، فيشترط في المؤذن العدالة والأمانة، لأنه مؤتمن على الوقت، على دخول الوقت والعناية به، وإذا سمع الناس أذانه صاموا وصلوا على أذانه، فهو مؤتمن على هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. وكذلك هو مؤتمن على عورات الناس، أنه قد يرتفع على سطح المسجد أو على المنارة وحوله البيوت، فيكون أمينا، ما ينظر إلى البيوت وإنما يغض بصره ولا ينظر إلى البيوت. فإن كان غير أمين فإنه لا يؤتمن على
عورات البيوت وأن يطلع عليها. نعم. قال: فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم قدم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة. إذا حصل مشاحة في الأذان، الله المستعان، يعني حضر جماعة كل منهم يريد الأذان، الله المستعان، فإن كانوا في هذه الصفات سواء، إن كانوا في هذه الصفات التي ذكرها سواء، فإنه يقدم أفضلهما في هذه الصفات، أميزهما وأفضلهما في هذه الصفات يقدم. فإن تساووا في الصفات من غير تمييز، ولهذا قال قدم أفضلهما فيه، يعني في الأذان، يعني يكون أحدهما أرفع صوتا من الآخر، أو أحدهما أحسن صوتا من الآخر وأحسن أداء من الآخر، فهذه ميزة يقدم بها. ثم أفضلهما في دينه، بعد الأفضلية في الأذان، إن كان في الأذان سواء، إذا كانوا في الأذان سواء، لا فضل لأحدهما في أداء الأذان ومعرفة الأذان ومعرفة الوقت، الصفات التي سبقت هم متساوون فيها، فإنه يحصل الترجيح بالدين. فمن كان منهم أكثر دينا وأكثر ورعا وتقوى لله عز وجل فإنه يقدم، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك في عقله، إذا كان أحدهما أكمل وأوفر عقلا من الآخر فإنه يقدم الأكمل عقلا على من دونه في العقلية، لأن الأذان يتطلب العقلية والانضباط، ولأن المؤذن كما سبق مؤتمن، هذا يتطلب العقل. فإذا تساووا في كل ما سبق من هذه الصفات فإن الأمر يرجع إلى الجيران، جيران المسجد، فمن اختاروه من هؤلاء المؤذنين المتماثلين في الصفات المتوفرة فيهم صفات المؤذن فإنه يقدم من يختاره جيران المسجد، لأن الأذان لهم ومن أجلهم، فيختارون من هؤلاء المتشاحين من يرون أنه أنسب، لأنهم أهل المهمة، لأنهم هم أهل المهمة. ثم إذا الجيران ما صار لهم اختيار، الجيران قالوا كلهم سواء عندنا، اللي يصير منهم حنا نقبله، فحينئذ لابد من القرعة، لأن القرعة تميز المستحق من غيره، وذلك هو المسمى بالمساهمة. القرعة هي المساهمة، بأن يعمل قرعة، فمن خرجت له القرعة فإنه يقدم على غيره، كأن تكتب أسماءهم في ورقات ثم تخلط في مكان، في كيس أو في مكان، ثم يدخل واحد منهم يده فيخرج أحد هذه الورقات، فمن خرج اسمه فإنه يقدم في الأذان، هذه هي القرعة. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة الكرام، في نهاية لقائنا نشكر لفضيلة الشيخ ما تكرم به من البيان والشرح، ونشكر لكم حسن استماعكم، ولكم تحية من زميلي في هندسة الصوت ناصر الجريسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.